أمير السلاجقة. ماذا تعرف عن السيدة أسليهان؟ هيا أخبرني. أمير سعد الدين، وأنا أيضاً سررت برؤيتك. ستخبرني حالاً بما تعرف. هيا قل لي بسرعة أين السيدة أسليهان، وإلا سوف تدفع الثمن. أيها الأمير، من أمامك ليس قاطع الطريق بتوهان، أمامك حاكم كراجيسار القائد فاسيليوس، وليس أنا من يدفع الثمن، أنا فقط. أنت فقط ماذا؟ أريد المساعدة منك، وأنت أيضا يبدو أنك تريد بعض الهدوء. أتيت إلي لكي نتفق، لا كي تشعل الحرب. قبل أن يتم العثور على أسليهان، كل مكان ميدان قتال، وكل شخص سيكون عدوي. فاجأتني كثيرا أمير سعد الدين. إذن أسليهان مهمة عندك لهذه الدرجة، ولتستردها سوف تفعل أي شيء. ممتاز، أنا أعرف مكان السيدة أسليهان. هيا قل أيها الرجل، أين هي؟ قبل فترة عندما أتيت إلى هنا قلت لي شيئاً أتذكره حضرة الأمير سعد الدين: العلم هو أكبر قوة لك. أنا أقدر ذلك، لكني لن أعطيك القوة التي أمتلكها من دون مقابل. ما الذي تريده؟ سوق الخان. يبدو أنك فقدت عقلك. سوق الخان؟ الشيء الذي تطلبه مني هو ليس سوق الخان. أنت تريد أخذ أرض من أراضي السلاجقة، ها؟ هذا سيشعل حرباً، ألا تعرف هذا؟ قلت حرباً؟ قد تكون كذلك بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي فالأمر تجارة. نيتك نقض الصلح، أليس كذلك فاسيليوس؟ وستفعل ما بوسعك من أجل نقضه والقضاء عليه، لكن نصحتك ولم تسمع النصيحة. أنت لا تستطيع حماية حصنك من الطامعين به، هذه النار ستحرقك. وأنا كالنار أمير سعد الدين، من يمسني يحترق. دعنا من هرائك الآن، قل أين هي السيدة أسليهان، وكيف عرفت مكان وجودها؟ بالصدفة رآها جنودي أثناء جولتهم. ماذا أمير سعد الدين؟ لم تجب على سؤالي لك. أتوافق على إعطائي سوق الخان؟ إن جوابي سيصل إليك وفي أقرب وقت. ادعو الله ألا ينقض الصلح وأنا على قيد الحياة، لأنك سترى معنى الغضب. الأفضل ألا تأتي إلى هنا ثانية وأنت غاضب. الغضب هو مصدر ضعفك، وهذا ما أريده.